على الإدريسي مستشار جمعي جماعة برشيد وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات. اليوم كنعقدوا هذه الندوة الصحفية اللي كنفتحوا من خلالها على وسائل الإعلام، واللي من خلالكم كنفتحوا على الرأي العام للسكان المواطنين والمواطنات اللي انتخبونا، واللي طبعا كيتسناو انتظارات ديالهم كبيرة في تدبير الشأن العام المحلي بالخصوص. بعد مرور سنتين حنا اليوم كنديروا واحد الوقفة ديال التأمل، ووقفة ديال أننا نديروا فيها تقييم المجهودات اللي كنا درنا، وكيفاش راكم عرفتوا السياقات، كيفاش مرات الانتخابات وكيفاش جات. كتعرفوا بأن الانتخابات جات، وهذه القضية راه قلتها وغادي نعاود نأكدها، جات الانتخابات عرفات مجموعة ديال الاختلالات، ونجت لنا واحد المجموعة، واحد الكتلة غير منسجمة وغير يعني مفيدة في العمل السياسي، لأنها تفتقد إلى المؤهلات السياسية، وبالتالي هذا العمل يتطلب واحد مجموعة ديال الشروط، مجموعة ديال المؤهلات اللي غتتوفر في الفاعل السياسي. هذا الفاعل السياسي اللي كان كيفتهلا فما يمكنش تربط الأمل على واحد فيتو. النتيجة أنتم كتشوفوها تقحقور على مستوى عام، وبالخصوص يعني في جميع المشاريع، أنا أتكلم بشكل عام ولكن أقول بأن بالخصوص أن جميع المشاريع التي حنا كنا كنتسناو فيها أن تخرج الحيز الوجود، وبل كانت على مستوى البنايات وعلى مستوى المعمار وعلى مستوى النفقات المالية، دابا اليوم خاصها على الأجراء، خاصها تخرج يعني تخرج يعني خاصها جرأة سياسية، التفعيل ديالها والتنشيط ديالها والاستعمال ديالها، ودي يستفد منها الإدارة. ما هذا المجلس ما استطعش أنه يخرجها، وبالتالي أننا حنا رفضنا الصوت، حاولنا نساهم معاهم إيجابيا. اليوم وصلت لنا قناعة بأنه لا أمل في مستقبل هذا المجلس، وبالتالي أننا خرجنا للرأي العام باش ننوروه ونقولوا له أودي راه ها الحقيقة، والحقيقة دائما كنا كننبهوا بها، ولكن اليوم خرجنا باش نقولوا لهم لا أمل في مستقبل هذه المجالس المنتخبة، لأن فعلا تفتقد كما قلنا إلى الأهلية السياسية والأهلية الثقافية والأهلية المعرفية والأهلية العلمية، وحتى الأهلية يعني على مستوى ديال الانسجام بين مكونات هذا المجلس. تبنى هذا هو المجيء ديالنا في هذه الندوة. أستاذ طلال، بالنسبة لكم كيفاش، شنو هو ردة الفعل أو شنو هو الجواب ديال الجماعة مثلا في الأغلبية حول هذه الإشكالات هذه المشاكل؟ هو شوف، كاين واحد صراع داخلي ساعمت داخل الأغلبية، كل شيء كينتقد ولكن بشكل سري. حنا في الأغلبية هذا الشيء كنقولوه، احنا كيف المعارضة كنقولوه بصوت مرتفع، ولكن هما بصوت سري لتحت كاين تطاحنات، ولكن هنا المدينة اللي غادي تأدي الثمن. لو أننا اللي عنده شي موقف واضح يقول لك ودي انا راه انا راه كاين هنا، ولا رانا كاين هنا، ولا راه ما كاينش، ولا راه مع موقف، يا ريت يكون كان شي جزء في المعارضه والاغلبيه تاخذ حقها وتتحركوا. دابا المشكله هي اننا شكلنا واحد الاغلبيه جاثمه، وكل واحد كيتصيد البرو الاخطاء ديال الاخر، وما باغي يدير حتى شي خطوه، وبالتالي ان هذا كينعكس سلبا. وراه كتشوفوا المشاريع كلها واقفه، عندنا خمسه البرلمانيين ما تكلموش لنا على السبيطار، عندنا خمسه ولا عندنا اكثر من خمسه ديال الجهه، ولا احد تكلم مثلا على مركب ثقافي اللي واقف على واحد يعني واحد 400 500 مليون. عندنا واحد المركز ديال التشخيص اللي هو كنت كنتكلم عليه راه اقليمي، حتى واحد ما تكلم عليه، راه ديال الصحه اللي كتعرفوه ملي جا هذا المجلس هو واقف، وراه بالمناسبه راه المجلس الاقليمي هو لو ميتر دوفراج، يعني هو صاحب هذاك المشروع. واش مجلس اقليمي قداش شنا هو الخلا فيه مثلا 23 جماعه، في خمسه ولا ست جماعات ذات الطابع الحضاري، من العاصمه ديالو اقليم برشيد مدينه برشيد، واحد في 300 مليون، كنهضروا على تقريبا كما تكلمت قبيله على مليون ديال المواطنين والمواطنات في اليوم، كاين 500 مستقره داخل اقليم برشيد 500,000، وكنتكلموا على 500,000 اللي كتمر برشيد، لان برشيد واحد النقطه استراتيجيه فيها زوج طرق، فيها خمسه ولا ست ديال الطرق مارين فيها، وفيها طرقات وطرق وطنيه كثيره جدا، العشرات ديال الطرق الوطنيه اللي كتمر منه، وبالتالي حوادث السير كاينه، كاين مناطق صناعيه، كاين واحد الرواج، كاين واحد النشاط، كاين واحد الحيويه كبيره جدا في اقليم برشيد، وبالتالي ان هذه الحركيه تشكل واحد العبء كبير جدا، وتتطلب واحد المؤسسه صحيه تليق بهذا المعطى. ولكن للاسف لم نسمع يوما ان هاد المنتخبين ديالنا، انا ما تكلمتش على المجلس الجماعي، المجلس الجماعي والمجلس الاقليمي والناس اللي ممثلين في الجهه صفر درهم مثلا جاتنا من الجهه، في حين ان الجهه في الدورات السابقه تعطات اموال باهظه، تعطات لاقاليم اخرى، وكان هذا الاقليم يعني عليه، انا اتساءل، وكانهم كيديروا اي حاجه
الا انهم ينميو هذا الاقليم. وهادشي اللي كنتكلم عليه راه بالارقام، ما كنتكلمش زعما باغي ندير مثلا البوز السياسي ولا كيما كيقولوا. هادشي راه كنتكلم عليه بلغه الارقام، وانا مستعد انني نريح مع اي واحد منهم ونجابدو في اي فريق سياسي في الالوان السياسيه اللي ذات الاغلبيه واللي عنده اغلبيه قويه جدا، يجوا يريحوا معنا ويورونا المرافعات ونوريهم كيفاش كنديروا. تكلم الاخ وتصولني على قضيه البدائل والمقترحات الحلول باش نديروا. طرحنا عديد من البدائل في قضايا ديال سميتو حلول صعبة بصفر درهم، ولكن للاسف كما قلت ان هذه المدينه خاصها رجال شداد، ولا الاقليم رجال شداد في السياسه يفهمون كيف تؤتى المصلحه للاقليم وللمدينه بصفه عامه. شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.